ستي ليش قاعدة هون؟ ليش أنت ما عم تنتبهي على حالك؟ يلا قومي روحي على غرفتك وأنا رح أحكي مع الدكتور إنه يجي. يلا اهدي اهدي شوي، شوفي أنا منيحة جدان، بتمنى تسامحيني بصراحة. أنا يلي طلبت من لاكشمي إنه تكذب عليكي. بس مشان شو يعني؟ حماتي بترجاكي تسامحيني. حماتي أنا خجلانة من الشي اللي عملته. اسمعي بنتي، الشي اللي عمله معك أكشات كان غلط كبير. شو هاد يلي عم تعملي ستي؟ لو سمحتي نزلي إيديكي وأنتو كمان نزلوهن. طيب شو قصتكن كلياتكن؟ مو مشكلة بنتي، أنت تحملتي وجع كتير كرمال عائلتنا وما حدا كان عمل هذا الشي. حماتي أنت عملتي كتير شغلات كرمالنا، وهلأ صار دورنا نحنا. لهيك كمان يا حماتي نحنا قررنا نعمل شي من شانك أنت. شو قررتوا؟ حماتي نحنا كلياتنا بالبيت منعرف أنه أنت حاولتي تغيري حياة إيجي، ونحنا بهذا البيت قبلناكي تكوني حماتنا. بس الشي اللي عمله معك إيجي هو كان ظلم كبير بحقك، لهيك نحنا قررنا أنه نغير حياتك، قررنا أنه نغير حياتك للأحسن. وكمان نحن قررنا أنه في شيء جديد لازم يصير بحياتك، لهيك بعد تفكير توصلنا أنه نلاقي شريك حياة جديد لإلك. شريك جديد؟ أيه. أنتوا شو قصتكن؟ قولولي. صح أحياناً بتصرف بقلة فهم، بس هذا ما بيعني أبداً أنه تعملوا مني مسخرة بهالشكل. بس يا بنتي أكشات غلط بحقه ونحن بدنا نصحح غلطه. وأنتي موافقتيهم كمان؟ إيه أنا موافقتهم. أنتي لازم تسمعينا وبس يا بنتي. خلاص نحن أخذنا القرار ولازم نلاقي لك العريس المستقبلي، بس المهم يقدر يخليكي مبسوطة، حدا يكون منيح كتير وما يضايقك بالمرة يا بنتي. إيه شو هالمسخرة؟ أكشات؟ شو هاد؟ شبك؟ ما في شيء أمي، هذا خدش. بس شو كنتوا عم تحكوا؟ شو عم بيصير؟ أنا ما قلت شي غلط. مو حضرتك قلت إنه أنت وجدان ما فيكن ترجعوا لبعض؟ وين المشكلة بإنه أنا لاقي لها شي شب يكون منيح ويقدرها كمان؟ أبني؟ شوف هالمسكينة ما لازم تقضي حياتها لحالها. شو رأيك دورجة؟ أكيد، وكمان حماتي لساتها بأول عمرها.